استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على مفرق عاتسيون جنوب بيت لحم أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا واغلقت قوات الاحتلال الشارع الالتفافي رقم 60 امام حركه المركبات من والى بيت لحم ما تسبب بازمه مرورية خانقه يشار الى انه في الاسبوع الماضي استشهد الفتى عطله ريان عن عمر 17 عاما برصاص جنود الاحتلال قرب مدينه سلفيت